فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا؟ الرابطة؟ نعم الرابطة، نعم أذكر نصه ولا لا بأس. يقولون: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يقول أحدهم صوت مرتفع، الباقي يؤمنون على هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء لا ينافي ما جاء في السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه أو على غيره من الأدعية الوايدة عن النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك راتبة كل صلاة بعد كل صلاة أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بدعة، لأن هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وكل عبادة يتعبد بها الإنسان لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، فينهى عن ذلك ويقال: بدل من أن تجتمع على هذا الدعاء بصوت مرتفع وتؤمن عليه، كل واحد منكم يدعو نفسه بما تيسر. مع أن الأفضل أن يكون الدعاء ليس بعد السلام بل قبل السلام، لأن ما بعد السلام ذكر وليس دعاء. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما الدعاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما أحب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد فراغ التشهد وقبل السلام، وجعل الله عز وجل بعد السلام الذكر ولم يذكر الدعاء. نعم.